سبحان الله ربنا كانه هو عايز يعمل كده، مش معقوله. انا عمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام مصر كامل الثوره بتاعت 25 يناير. اللي جنني اكتر ثوره 8 يونيو بتاعت النهارده، ان بعد 6 شهور المصريين يستمروا كده. عشان كده لازم كل يوم نبقى واقفين الوقفه دي ونسلم لبعضينا، ومحدش يقعد يضيع وقت حد، ولا حد يقول انا عطلان حالي، لا في حال ولا محتاج. وبالعكس احنا بنعمل كده عشان لما نعمل حكم مدني هنشغل نفسينا احسن شغل. تعطيل الحال يا اخوانا ما عندناش ولا تعطيل حال، لما كانوا بنعمنا من ان احنا نعمل اي حاجه. الشعب كل مسامع شيبسي ومسحيه غسيل وسمى السلطان والغانم والبلاد يعني، وكله ضحك على الديون ورنات، والغريب ان كل الفلوس بتطلع بره وعربياته تطلع بره، وعايزين نمسك عربياتنا وعايزين ننزل عربينا، وعرفنا معلومات ان القمح الفلاحين بيظلم وبيحطوه يشولوه ويسول ويروحوا يستوردوا عشان ياخدوا اولاد شر. ده انتوا حاططوش في حاجات، ده احنا لسه لما نشيل المجلس العسكري ونعمل مجلس مدني من شرفاء مصر وعلماء مصر هيطلعوا لنا بلاوي. والله مصر اغنى من اغنى دول الدنيا، مش حتى الدول، وعندها احتياطيات في كل حاجه، ومياه جوفيه، وهتلاقوا فيه بترول، وليه براريم، وهتلاقوا مش مشكله بعد. يعني معقوله كميه الغاز اللي طالع عندنا ده، يعني هو في مش عارف ايه من غير دخان من غير نار؟ طبعا لا، معناه ان بترول عامل اكبر حاجه في الدنيا. بيان لجنه ارصاد 8 يونيو. نقرا لكم البيان بتاع اعتصام بتاعنا، اقتراح وممكن تفكروا فيه وتناقشوا فيه ويبقى موضوع الحوار طول فتره الاعتصام. مش عايزين جنبي احنا اللي بيني وبينك عشان ما نطلبش عليكم. انا واحد من الناس اللي شاركوا في صرف البيان ده، ولو انتم معترضين عليه يا اخوانا من غير شفافيه هنبقى ناس بناس بنتاجر بدماء الشهداء اللي ماتوا واللي بس بيموتوا. فما ينفعش اللي هتقولوا عليه وهتجمعوا عليه في الميدان ده، لازم ميدان القائد ابراهيم وميدان السويس وميدان ابو الحجاج سيد ابو الحجاج وغايه اسوان يتجمعوا عليه. احنا مش حته وحته، احنا حاجه واحده. وانا اللي في مصر حاجه واحده. احنا قلنا بيان لجنه اعتصام 8 يوليو بالتحرير ايمانا بضروره تكامل قوى الشعب المصري في تحقيق الاهداف والمطالب التي هتف بها الشعب واستشهد من اجلها الالاف في ثورته المجيده. اجتمعنا نحن المصريون الوطنيون المستقلون في ميدان التحرير في بدايه يوم الثامن من يوليو 2011 الموافق 7 من شعبان 1432 هجريا، ونظرا لما يراه الشعب باكمله من تباطؤ وتواطؤ في انجاز مطالبه وحقوقه المسلوبه رغم مرور 6 اشهر، فاننا نرى ان انقاذ مصر وتحقيق مطالبها يدفعنا الى دعم كل اطياف التيارات الثوريه، كل اطياف التيارات الثوريه السياسيه، والى لم شمل الامه وتدمير مجلس انتقالي يترأسه رئيس المحكمه الدستوريه العليا ارمن ينوب عنه، وان يجمع شمل الامه بكل اطيافها بقسمه الحق بقسمه الحق. ثلث المجلس للتيارات الدينيه 33 عضو، التيارات الدينية 33 يمثلون الأزهر والإخوان والصوفيين والسلفيين وكذلك الكنيسة المصرية. وثلث للتيارات الشبابية 33 عضو للتيارات الشبابية الثورية، التيارات الشبابية الثورية ركزوا معايا على الثورية دي، مش اللي بياكلوا مهللية، الثورية مش اللي بياكلوا مهللية أو كانوا مهللية، لأن كان عندنا ناس ثورية كانت مهللية، فما بقتش ثورية. فقلنا 33
للتيارات الشبابية الثورية، و33 للتيارات والحركات والأحزاب السياسية الثورية، الثورية اللي هتقف على مطالب الشعبية، مطالب الفقراء. الثورة دي معمولة للفقراء أساسا. لو عايزين نرفع ترابيزة مش من فوق، تبقى ارفع رجليها من تحت. فإذا ما رفعناش مطالب الفقراء وعلينا المستوى، مصر دي مش هتتقدم. وبيكمل البيان، لا مؤاخذة، لا يحق يعتبر هذا المجلس مجلسا شرعيا دستوريا لحكم مصر تحت رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وينضم له وزير الدفاع أو من يمثله ليكون العدد 101. دايما يبقى العدد 101 عشان التصوير يبقى فيه أغلبية وأقلية. 101 عضو لا يحق لأعضاء المجلس الانتقالي الترشح لأي انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية لمدة دورة واحدة إلى 4 سنوات أو الدستور فترة انتقالية. ينتخب المجلس الانتقالي في اجتماعه الأول الذي يقترح أن ينعقد في 23 يوليو أي ثورة الجيش وثورة الشعب مجلسا مصغرا لتمثيل مصر في الداخل والخارج، ويعين في اجتماعه الاول رئيسا ومجلسا للوزراء وللمجلس الانتقالي عزل وتعيين من يشاء من الوزراء بأغلبية اصوات المجلس الانتقالي. تستمر لجنه الاعتصام اللي هو احنا لجنه الاعتصام، مش يعني احنا لجنه الاعتصام بس، احنا انتوا الاعتصام، انتوا اللي هتخشونا وانتوا اللي هتقعدونا. تستمر لجنه الاعتصام، تستمر لجنه الاعتصام 8 يوليو بالتحديد في حاله انعقاد دائم حتى تشكيل المجلس الانتقالي المدني واستلام الحكم وفصل الاعتصام. عاشت الثوره المصريه، عاشت مصر حره. يا جماعه احنا محتاجين متفاعلين معانا عشان في ناس بتتفاجئ ان احنا حاطينها الرياضه، احنا محتاجين ناس متفاعلين يقفوا على الرياضه.